اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. سياده النائب، كان في سؤال مهم جدا بنتكلم عنه فيما يخص كاس الرابطه. تمام، ايه اللي هيحصل بقى خلال الفتره اللي جايه؟ خلينا نرجع برضو نشرح للناس شويه. اتفضل. كاس الرابطه زي ما نقول بطوله استحدثناها السنه دي. ايوه. تكلفه البطوله دي تكلفه كبيره. وما كانش في اي بلاننج ليها من مواسم قبل كده. زي ما قلنا كاس الرابطه موجود من سنه 69 في انجلترا مثلا، موجود في دول عربيه بقى. معلش ممكن اقطعك في النقطه دي تحديدا. طب امتى جت في دماغكم ان انتوا تعملوها؟ اول يوم احنا سكرت الاسلام اول يوم قعدنا في اول مجلس اداره. اوكي، ده من الاول يعني خالص. خالص. اوكي. كرابطه باجماع الاراء قلنا عندنا ثلاث احلام الموسم ده. الدوري المصري يبقى بالشكل اللي يليق بالكره والانديه المصريه. اوكي. الحاجه الثانيه استحداث كاس الرابطه. الحاجه الثالثه ان احنا نعمل لائحه النظام الاساسي للرابطه. اوكي. دول الثلاث اهداف اللي احنا او الثلاث احلام اللي حلمناهم اول ما ابتدينا اول مجلس اداره. اوكي. واشتغلنا الحمد لله عليهم. 7 جولات في الدوري الحمد لله، اعتقد ظهروا الناس بمظهر الحمد لله حقيقه صح مرضي جدا. كاس الرابطه الحمد لله القرعه كانت هايله، المنتج اللي هيطلع منه انا متاكد انه هيكون قوي وهتكون منافساته قويه بين الانديه. لان الحقيقه برضو فنيا الدوري ده اول 7 جولات اقوى دوري. مظبوط. في المواسم الماضيه كلها مظبوط، فاللعيبه كلها جاهزه والانديه كلها جاهزه، وفي منافسه هتكون ما بين اللعيبه في الفريق الواحد في النادي الواحد. فانا متوقع ان كاس الرابطه هتكون بطوله قويه. كان مجهود وكان حلم بقى. اوكي. الحلم ده بس هل الانديه اشتركت؟ انا اسف ان انا بقطعك، لكن هل الانديه اشتركت معاكم في هذا الحلم؟ بمعنى الانديه فوجئت مثلا ان كاس الرابطه ده، ولا كان من الاول هناك اتفاق؟ لو حضرتك تفتكر اول ما الرابطه او اول اجتماع عملنا 3 سيناريوهات لشكل الدوري الموسم ده. اوكي. وقعدنا مع ال 18 لغايه ما وصلتوا للشكل. لحد ما وصلنا للشكل، واحنا بنعرض عليهم الشكل كنا بنعرض عليهم فكره كاس الرابطه في نفس التوقيت. الفكره اوكي، لكن توقيتها وشكلها وتوافق عليها من ال 18 يعني الانديه من ساعتها عارفه ان هي ان في كاس رابط. اوكي. ولكن هو زي ما حصل مثلا وقت مباراه القمه هيتعمل هيتلعب في كاس الرابطه، طب هتلحقوا تعملوه مش هتعملوه. اوكي. هو ده كانت القصه، واحنا الحمد لله عندنا كونسبت مبنى يعني احنا بنشتغل. وبعد كده المنتج هو اللي ايه اللي بيقول اللي يقول. اوكي. فاشتغلنا الفتره دي على ده. زي ما بقول حضرتك كان حلم، هتعمل البطوله دي ازاي؟ تكلفه عاليه جدا، عاوز تعمل بطوله فنيا قويه، مش عاوز تحمل الانديه حاجه زياده. بالظبط. عاوز تعمل حاجه تليق بالانديه. طب الكاس ده هيتعمل ازاي؟ طب هيتعمل فين؟ طب الملاعب ايه؟ طب الفار؟ طب الحكام؟ كل دي حاجات، وطبعا الانديه فاهمه ومخدره ده حاجه. يعني عشان تلعب اي ملعب النهارده برقم اي نادي. الانديه اللي بتدفع الايجار. بالظبط كده. في كاس الرابطه احنا اللي بندفع الايجار. فعلا طبعا حضرتك اللي كاس الرابطه، يعني الرابطه هي اللي بتدفع ايجار في اي ملعب مع البرزنتيشن يعني الشركه. طبعا برزنتيشن وكاس الرابطه والرابطه. لكن النادي ما بيدفعش حاجه، النادي ما بيدفعش الايجار خالص. اوكي. ده واحد. أيوة بس بيدفع مثلا الحكام، بيدفع الفلوس بتاعت لا ازاي؟ احنا برضو اللي بندفع الحكام، واحنا اللي بندفع الفار. ده فيما يخص كاس الرابطه. فيما يخص كاس الرابطه لما حضرتك تحسب الثلاثه دول، وطبعا اي مجلس اداره اي نادي من ال 18 عارف قيمه ده كام، لان هو في الدوري وعايش يعني اعتقد التكلفه من 150 لاعلى شويه و200 في المباراه الواحده للاستاد بس. أوكي. من غير الفار ومن غير الحكام. فبالتالي دي ارقام لما نيجي نضربها في كل نادي من 18 هيلعب 5 مباريات، واللي هيوصل للسيمي فاينل والفاينل هيلعب 7. فهتلاقي ان ده رقم كبير جدا. أوكي. سواء الاستادات او الفار او الحكام. طيب لما نيجي النهارده نعمل الكاس ويروح يتصنع في انجلترا في الشركه اللي بتعمل المصوغات بتاعه الملكه اليزابيث، ويبقى اول مره في الكره المصريه عندنا كاس بالشكل ده. المصنع ده هو اللي عمل الكاس الاتحاد الانجليزي وكاس الاتحاد الاسيوي. أوكي. فبقى موجود فيه النهارده ان بقى فيه كاس رابطه الانديه المصريه المحترف اتعمل هناك، حاجه تليق بالانديه. كل دي تكلفه لو ما كانش فيه بقى شركاء النجاح الحقيقه اللي صدقوا معانا الحلم ده. يعني البريد المصري انا الحقيقه لازم اوجه له شكر كبير، لانه عمل الكاس ده اهداء منه بتكلفته، وانه يجي بطياره من لندن للقاهره. ده حاجات كلها انت عاملها حاجه لمين؟ للانديه. في الاول وفي الاخر رابطه الانديه بتمثل ال 18 نادي طبعا، فانا عاوز اعمل لهم البرودكت اللي يليق بيهم وبالكره المصريه. فعملت لهم كاس
صعب تلاقيه في حته تانية. النهارده لما بيجي الانديه تشترك في كاس مصر او اي بطوله مش بيدفع رسم اشتراك؟ طبعا احنا عكسناها قلنا ال 18 نادي هياخدوا رسم اشتراك من الرابطه اللي هو 100,000 جنيه لل 18 نادي، ده فوق كل اللي احنا بنتكلم فيه ده كوست. تمام، 100,000 جنيه كل ماتش يعني؟ لا كل الاشتراك، البدايه الاشتراك فقط. ان الرابطه بتدي لكل نادي 100,000 جنيه من ال 18. هو المفروض العكس، سواء 100,000 جنيه ما لا هو المفروض العكس، ما تقعدكش في الفندق مثلا لا اللي هيقعد فيه. لا هو المفروض العكس. خلي بالك حاجه، الانديه كده كده كانت بتعمل معسكرات طبعا، كده كده هتقعد في فنادق في التوقف.